يلا اول شيء للمسفن الفلسطيني او اقراص العيد بنحتاج لكيلو ونص من الطحين، كوب ونص من زيت زيتون نابلسي، معلقتين كبار ينسون، معلقتين كبار شومر، معلقتين كبار حبه البركه، اربع معالق من السمسم، ومعلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار من الكركم، معلقه اربع معالق كبار من حليب لونا، خمس معالق بالاخر ايش قلنا من سكر الاسره، وماء دافئ للعجن. خليني احكي لكم شوي عن المسفن. زي ما قالت لكم خلص تمارا من معلومات بدي استلمها على طول، قلت لها بدي اعرف شيء على طول جابت كل المعلومات. المسفن هي احدى الاكلات التقليديه بفلسطين وبالاردن، بس احنا بالاردن بنسميه راس العيد، بفلسطين بسموه المسفن. ليه بسموها المسفن؟ معمول على شكل سداسي، رح اورجيكم اياه، بيسكروه وبحطوا معه جبنه، والجبنه اليوم رح استخدمها الجبنه الطرابلسيه. بتقدروا تستخدموا اي نوع جبنه موجود عندكم، جبنه بيضاء بتقدروا تستخدموا، لانه هدول الاكلات اللي فيها زيت زيتون، فيها اجبان، فيها يعني بسموها اكلات شعبيه تقليديه. كانت الدنيا زمان بسيطه هيك بالضبط، مع كاسه الشاي 100% كل شيء بسيط مع هالبرد والجو الحلو والفحم المولع، فيعني ايام هيك كثير حلوه. لا انا حاسه حالي اليوم عرفتي، بس هيك ضل احط لك طابون ونقعد انا وياكي وبس ندردش بك وقش، وعرفتي هيك اجواء. اذا بحضرنا طارق ملح بوجه له تحيه، اول ما اجينا بلشت في البرنامج وكذا، فبحكي لي ايش بتحبي اشياء نجهز لك اياها، كيف نقدر نعمل صاج؟ عن جد؟ هلأ زودتيها، فوتي بصحن بطنجرة. خلص أنا بأكيد بإيدك هلأ نبلش نطلب منهم الصاج. إنه الصاج وتخبزي هيك مناقيش وقصص. طيب خلينا نحكي أول إشي، خليني أحكي بس بالعجينة. عندي هون طحين تقريبا كيلو ونص، ومستخدمة أنا حليب لونا أربع معالق كبار، الحليب الباودر طبعا، وعندي سكر. هلا انا لاني راح احشيه جبنه، اذا كان المسفن اللي راح نعمله ما راح احط كثير سكر، اربع معالق بيطلع ما فيه حلاوه. أوكي. بدهم يعملوه ياكلوه مع قشطه، ياكلوه مع عسل، يحطوا كميه اكثر من السكر. يعني انت بتقولي ممكن بعدين نفرزنه ونصير نطلعه مثلا يوم والثاني وناكل شو ما بدنا. 100% هي عندنا هون كمان الشومر اليانسون، وعندي الكركم، واساس لونه الاصفر اللي هو الكركم، وعندي أربع معالق كبيرة من السمسم، أو على قد ما بيحبوا، يعني في ناس بيحبوه كتير، فيه سمسم فيه حبة البركة. يا سلام، تمام؟ أشياء مفيدة اللي عم بتحطيها. اسمعي، وبشهي، وزيت زيتون، ونرجع نحكي إنه زيت الزيتون يا جماعة صحي جدا، ما فيه كوليسترول. أصلا في ناس كتير من زمان واللي بسمعوني وأهل زمان بياكلوا الصبح اول ما يفيقوا من النوم معلقتين زيت زيتون. رح افاجئك انه ابني هيك. اسمعي كثير صحي، تقريبا بحتاج كوب. انا ما رح اعجن العجين غير بعد الفاصل، بس لازم تبسوا الطحين مع الزيت. والله شو يعني تبسوا؟ بس تبسوا هي هي، الا ما يكون في حدا يعني زي حالاتي. تبسوا اللي هي هاي الطريقه، ناخذ الطحين مع كل المواد اللي حطيناها ونبسه لنتاكد انه الطحين تشرب بزيت الزيتون. طب امتياز. تمام. ايش اول طبخه طبختيها بس تجوزتي؟ ولا يمكن اتذكر، ولا يمكن، بس كنت اسمعي يا حرام كان ضحيه اذا بسمعني. يا مستحيل ضحيه، مستحيل. يا الله شو كنت اجرب طبخات، يا الله اسمعي ولا ازعل اذا ما تاكل، بكون طابخه ثلاث اربع اكلات، فاهمه كيف؟ او هو كيف كان، بس بتتذكري لمواصفات الشكل كيف بدها تكون؟ هلا بحكي لك. طب اسمعي، احنا رح نبسه كثير منيح وبعد الفاصل اعجنهم انا وياهم. طيب انا عجنت، حطيت طبعا الخميره هلا، شوفوا لي هالعجينه ما احلاها، مي دافيه للعجن، احنا حطينا حليب لونا الباودر، شوفوا لي ما احلى العجينه. يا سلام، ولا شيء، شوفوا قد ايه ناعمه طريه من زيت الزيتون. لونها الاصفر هذا جاي من ايش يا تمارا؟ قلنا لحظه استني شوي اتذكر شو حطيتي لنا، الكركم. لا صح. استني صح. صح. صح الحمد لله، الحمد لله، دائما كنت احرفش بين البقدونس صحيح الكزبره. صح، انا بس نعجنها، بدهاش كثير عجن، دائما الاشياء اللي بنبسها ما بتحتاج كثير عجن، دائما تذكروا اي شيء بنبس ما بحتاج لكثير عجن. بدي اخذها للعجينه، وعندي كمان زيت زيتون، تمام. بدنا نحط صحن جمنه، زيت زيتون انا ححط هنا، واخذ قطعة قطعة بهاي الطريقة، والزيت الزيتون من فوق ومن تحت، وأحطها بدها ترتاح. أنا تقريبا ساعة بتقدروا تشغلوا فيها، لأنه إحنا حاطين فيها خميرة، حابين تشغلوا فيها أسرع حطوها يعني تقريبا 3-4 ساعات. هلأ زمان كانوا شو الستات يعملوا؟ ما كان في خميرة صح، فكيف كانوا يعملوا هدول القصص؟ كانوا يعملوا العجنة من بالليل قبل ما يناموا ويتركوها ويتركوها للصبح للفجر، فالخميرة يعني العجين بيخمر حاله. طب بدون خميرة. بدي أسألك هلأ، بسيرة العجينة لازم تتغطى؟ لازم تتغطى. أنا طبعا زي ما أنتوا شايفين بغطها قاعدة بالزيت وبقلبها بهاي الطريقة عشان أضمن إنها تعبت من بالزيت. هيك لا أعمل كل الكمية،
الموجودة عندي. هلا بس بدي أجاوب على متابعتنا أمل، أهلا وسهلا فيك. عم بتقول أمل يا ريت السحب يكون قدام المشاهدين حتى يكون في شفافية أكثر. صدقيني هو جهاز الكمبيوتر اللي بيسحب، إحنا ما إلنا أي إيد، بنحاول نشوف إذا كان في أي آلية نقدر يعني نصور هذا الموضوع أكثر على الهواء. طبعا هون احمد علاوني كمان اهلا وسهلا فيك، ياسمين كمان اهلا وسهلا فيك حبيبه قلبي، هدى فايز كمان بتقول اهلا وسهلا فيكم، منورين. روشا الزعبي عم بتقول ربحونا، كثفي من مشاركاتك يا روشا بتربحي معنا. انا شايفتك حطيتي هلا خلص زيت زيتون، خلص حطيت زيت زيتون. انا هاي العجينه عملتها بس عملتها اليوم الصبح، حطيت نسبه كثير قليله من الخميره بس شوفوا اسم الله عشان الجو دافي. وعندي جبنه طرابلسيه رح استخدمها، طلعوا احلاها قد ايه سموذي، شوفوا ولا في ايدي ولا مبشره ولا شيء. وجبنه طرابلسيه من اطيب انواع الجبنه ممكن تدوقوها، خصوصا للناس اللي بيعانوا ضغط لانه ملوحتها كثير قليله. بتعرفي انت يعني كمان اليوم اللي عم بحاول اوصله لكل اللي بيتابعونا انه فعليا يعني بس لازم تكونوا عارفين بانه كل المواد اللي عم بيستخدموها الشيف عم بيكون فعلا هو بشكل شخصي مجربها ومآمن فيها، عشان هيك كمان تطلع الطبخه زاكيه. صح. طب انا بدي افردها تمام بزيت الزيتون، لازم تنفرد يعني طلعوا انا حطيت زيت زيتون وبفردها فيه. المسفن الفلسطيني هلا عشان احكي لهم ايش الفرق، كله أوكي. نفس الشيء بس اذا كان حلو بدنا نحط دقه معمول تمام دقه المعمول وبنزيد السكر، اذا بدنا نعمله بهاي الطريقه بنحط الجبنه وبتقدروا تعملوا ساده. بعدين باخذ الطرف الاول من عندي الطرف الثاني دوقونا بقول لك محمد القضاء يلا تعال عشان شوفوا الشكل كيف عم بيكون. بس باخذ كل طرف لا طرف الثاني لا بالنص ليطلع عندي هذا الشكل السداسي. شوفوا لي كيف، شوفوا طيب. لي ما احلاها شايفه كيف. طيب انا امتياز اليوم كنت حابه كمان تحكي لنا اكثر عن منتجات السنبله، يعني انت صرتي بالفتره الاخيره عم تستخدميها كثير باكثر من وصفه. صح. ايش بتحسيها بتتميز عن باقي؟ هلا السنبله هي احدى منتجات ريتكو تمام، متوفره بالاسواق واغلى. من غير ما احكي عن السنبله صراحه انا متاكده انه كلهم بالبيت بيستخدموا سنبله، سواء كان بيستخدموها بعجينه الكولاج الفافستري او بيستخدموها بالمجمدات. انا اليوم مستخدمه دبل بان اللي هي كل يعني انواع الجبنه الطيبه واللذيذه، سواء كان بدهم موتزاريلا اشقوان، عندنا كمان الطرابلسيه الحلوم كله، والاسعار كثير معقوله ومتوفر بالاسواق في كل مكان، يعني بكارفور بكوزمو سيتاون حتى بالمحلات العاديه والسوبر ماركتات الصغيره. بتعرفي انا من انا وصغيره بسمع عن السنبله، يعني شوفي قديش هي عمر كمان مش يوم وليله يعني. فانت هون بالتالي عم بتحكي عن عراقه. هلا هون عم بتقول لك نجيبه انت فنانه يا امتياز، من ذوقها من ذوقها. غدير عم بتقول لك يا خساره راحت علي الحلقه. لا ما راح عليكي ولا شيء، استني بس لبكره تقريبا بتكون الحلقه موجوده على اليوتيوب على قناه عمان تي في تحديدا، ولكن كمان اليوم بتقدر تحضريها من الاول للاخر بمجرد انها تخلص حلقتنا مباشره على الهواء على صفحه عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، بتقدري تعملي يلي بدك اياه. طيب انا بدي الصينيه هلا اوكي، هلا تناولي لي اياها انت شو رايك، وانا بورجيهم كيف المسفن عشان اورجيهم بس اي صينيه بدك اياها. من شايفين بس بهاي الطريقه عم باخذ كل جهه بسكرها على الجهه الثانيه. خليك معي يا بندر، لا حتى ليفون لبندر يلا راحت. ها شوفوا لي ما احلاها، هذا هو المسفن. بتعرفي زي المروحه طالع شكلها 100% عشان هيك اسمه مسفن. تقدروا تحشوها جبنه وبتقدروا ما تحشوها ولا شيء. هلا احنا كيف بنحكي كعك العيد؟ عندنا هذا القالب بجيبه بنحط فيه زيت عشان بس اجي اقلبها بهاي الطريقه. وبجيب هالقطعه كمان بكون حاطه عليها زيت يعني من الوجهين عشان اتاكد انها ما تلزق، بفردها على القالب. بس انت يعني ما شاء الله العجينه شوفي قديش طريه وخفيفه. بتجنن لانه بسيناها اصلا بزيت الزيتون تمام. اسمعي وكثير طيبه كثير يعني، هلا بس تدوقوها والله رح تدعوا لي يعني لما تعملوها بالبيت شوفوا لي ما احلى شكلها. امتياز قديش اخذ منك وقت هذا الحكي امبارح بالليل؟ ولا شيء، شوفي انا نفس هلا عجنت العجن الصبح زي هيك ونفس الشيء. انا شفتك امبارح على الانستغرام حطيت عشان شغاله، قلت لهم يلا حضروا حالكم طحين وكل شيء عشان نبلش بالمسفن. وهيك عملت لكم اقراص العيد من نفس العجنه عشان تعرفوا انه احنا بالنهايه انا حبيت اورجيهم انه في اشياء بنفكر انه فيها فرق بس هي ما فيها فرق. شوفي هلا نجود عم بتقول لك انا اول مره بشوف هذا المسفن، يعني صدقيني اليوم امتياز مثلي ومتهيل يعني
انا اول ما دخلت بقول لهم يا جماعه بتقولي في عندي مسفن، بقول لها شو مسفن؟ انا شايفه بصل، يعني قصدك المسخن؟ قال تمارا ايش اسمه المسفن؟ قلت لها هي طويله معاكي، اعطوني على الموبايل نفتح على الجوجل. هلا رح اخليكي تذوقي. يا سلام، بس بتعرفي يعني انا عم بفكركم بدي الفت نظرهم. هلا اللي زي الكعك ممكن ما نحشيه؟ ما هو لا انا التنين ما بحشيهم، انا الصراحه عملت هذا امبارح، هلا بعملهم وحده مش محشيه بورجيهم. بروه تحمليني ثانيه، يلا حرام رح تنتحر مروه وهي تقول لك فاصل. فاصل ونواصل. بس هي شوفوا كيف، لانه العجينه مرتاحه وكل امورها تمام. بدي اعملهم وحده بس هيك، اخر وحده مروه اللي هي مو محشيه. خلص قالت لك خذي راحتك حبيبتي، امتياز يعني ترجع. يعني والله لا اورجيك يا امتياز. طيب خلص انا هي بس على السريع شوفوا كيف تنفرد معكم، لانها مرتاحه العجينه وكلها حلوه هيك، بس باخذها بهاي الطريقه. فاضيه. طب زعتر بياكلوها مع عسل وبياكلوها، لا اللي بدهم اياه، بس هي هيك اساس، هي اساسها فاضيه صراحه. يا سلام، شوفوا كيف هذا الشكل الحلو، طلعوا لي. اسمعي سرجع بالي شاي بالمراميه، بتحبي شاي المراميه ولا الشاي بالنعناع اكثر؟ تنين صراحه. هلا باخذ منك واحكي لك شو الشاي. تمام خلص، او شاي بالحليب اللبن زي ما بيقولوا. خليني ادخل هدول على الفرن. تمام، عشان بلكي ان شاء الله اخذوا بياخذوا ليتحمروا على حراره وسط ليتحمروا من تحت، بعدين بعطيهم شويه لون من فوق.